احنا الان في الحديده نستطيع نقول انه بنيتنا التحتيه للمحافظه في محطات التحويل تقريبا ان شاء الله تعالى ستخدمنا لمده 30 سنه. سقطت وعود اعلى مسؤول في السلطه المحليه بالحديده غربي البلاد حينما بدا المحافظ حسن الهيج في وقت سابق منتشيا وهو يلوح بالوداع لانطفاءات الكهرباء واغلاق اخر صفحه من فصول الظلام. بتلك الوعود عادت الكهرباء، لكنها ما لبثت سوى ساعتين على امل لقاء قريب بها في اليوم التالي، وسرعان ما تفاجأ المواطنون بالفواتير تصل الى منازلهم اسرع من الطريقه التي وصل بها التيار الكهربائي نفسه. رافق عودة التيار الكهربائي حملة إعلانات في الشوارع العامة بلافتات تحث المواطنين على سرعة السداد كضمان لاستمرارية التيار الذي لم يصل بعد. أثار هذا الإجراء بعض المواطنين حيث أبدوا استغرابهم من حرص المؤسسة على التحصيل وتسارع وتيرته بشكل لافت عكس حجم الزيف الذي تمارسه سلطة الميليشيا. الحقيقة احنا بنعاني الآن من أكثر من عام بسبب انطفاء الكهرباء. لم يراعوا لا مريض ولا عاجز ولا طفل ولا مستشفى ولا هو عندما فكروا ان يعيدوها ساعتين كل 12 ساعه ولا كل 24 ساعه ما تفعلت. خلال السنه الماضيه تكبد المواطن خسائر منظومات شمسيه، مواطير، ديزل، بترول. في مدينه تقع على البحر ومن السهل امدادها بخدمه الكهرباء، لكنها تعمل على استمرارها رازحة تحت خط الفقر والحر وليس ثمة من أفق للنجاة، فحتى المسؤولون هنا الذين يدينون بالولاء الكامل للميليشيا وباتوا يدها التي تساهم في تحصيل المجهود الحربي من أجل البقاء في السلطة فقط لا يهمهم مصلحة المواطن أو الاهتمام بتوفير ولو أبسط الخدمات، ولا يهمهم لو غرقت المحافظة بأكملها في الظلام لعقود قادمة.